لا يخفى على الجميع أن الجزائر حققت اكتفاءها الذاتي أو حققت أمن غذائي إلى ببلوغ 75% من الإنتاج الفلاحي. إذا كل الخضروات والفواكه هي منتجة محليا 100%، ولا نستورد أي مادة من هذه المواد إلا بعض المواد الاستوائية ولا الفواكه الاستوائية لتدعيم بها السوق الوطنية. أما فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية، نعلم جميعا أنه فيه يعني عبر السياسات المتزامنة وصلنا إلى نوعا ما إلى بلوغ مستويات عالية، ويبقى العمل متواصل لبلوغ الأهداف المرجوة، وهو أولا الاكتفاء الذاتي فيما يخص الحبوب اللي هي مادة استراتيجية يعني مطلوبة في السوق الوطنية واللي لازم نوفرها. والتحديات الكبرى أنه في ورقة طريق وزارة الفلاحة وتبعا لتعليمة السيد رئيس الجمهورية هي بلوغ في 2025 الاكتفاء الذاتي فيما يخص القمح الصدر.